You authorize me to be your wakil and read this marriage sermon between you and Sayyida Fatima Sarin. Do you allow me? Yes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah iqraran bi ni'matihi. Wa la ilaha illallah ikhlasan li wahdaniyatihi. Sallallahu ala ashrafil bariyyatihi Muhammadin wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام وقال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأنام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وآله من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في نصفه الآخر فعلى كتاب الله وسنة نبيه وأهل بيته الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم أنكحت موكلتي بموكلي على المهر المعلوم والشرط المذكور قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أنكحت وزوجت موكلتي سيدة فاطمة